مساء الخير. بحب عايد الأمهات كلها جميعا الموجودة بيناتنا، ومنقلها الله يطول بعمرك وتضلك فوق راس ولادك، وبقول للأمهات المتوفيات ربنا يسكنكم فسيح جناته ويغفر لكم يا رب الجنة تحت أقدام الأمهات. وبقلك يا أمي كل عام وأنت بخير وتضلك فوق راسي يا رب العالمين. موضوعنا اليوم عن مدام هناء. مدام هناء هي عم بتجيب، يعني بيقولوا لي إنه ما عندك مثلا إلا مدام هناء. ما قلت أنا بالفيديو السابق بتمنى ما تخلينا نعمل عنك فيديو تاني مرة، منلاقي هي عم تجذب الأنظار لإلها، لأنه بسفرتها عملت عدة عناوين وحطت غنية لإليسا غدر الزمن وكذا، لقت مشاهداتها عم توقع، فبقى بدها تعلي المشاهدات وتبرر يلي الغلط يلي عملته بالسعودية. عملت فيديوهين، فيديو بتقول تعرضت لمحاولة قتل بالسحر، وكمان عاملين سحر لمسيو جانو. أول شيء بقلك يا مدام هناء، أنا شفت الفيديوهين، يعني ما شاء الله عليك، لا أنت ما مش رغاية كتير، ما بتحكي كتير. فيديو ما شاء الله مدته 57 دقيقة، لو أنك عملتيه بس مباشر أرحم، لو أنك عملتيه بس مباشر أرحم. عم بترد فيه، بلشت إنه هي بدها تقول شو الأسباب يلي ما خلتها تروح على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشو ليش كان وجهها هيك بالعمرة. أول شيء يعني أنا صرت أربط الأحداث، كانت أول شيء منزلة صورة حامل القرآن بإيد والسكين بإيد، تبارك الرحمن. يعني أنا موجودة عند الصورة، بس ما هي حطتها بس بعدين محتها، بس أنا لياقة ما حبيت نزلها. وبتقول انه اجا بدر بده يحجز له على العمره، قال له كم يوم؟ قالت له خليه 3 ايام. رجعت قالت له لا يوم. ليه؟ هي كانت عامله يوم مخصص تروح فيه على المول وتلتقي بالمتابعين لها وتتصور معهم. يعني في احداث كثيره، انه 57 دقيقه او اول فيديو 30 دقيقه، يعني شو بدي احكي؟ لاحكي احكيكم بالمختصر. لما أنا إنسان ببلش حلفان كتير 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 كتير، يحلف بالله بكلام الله العظيم، ويحلف 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 ويحمل القرآن، يعني كانت حامل القرآن وتهز القرآن وتطلع وتنزله. القرآن ما بينحمل يا مدام هناء، من كبائر الذنوب إن نحمل القرآن ونحلف عليه وناخده شمال ويمين مثل ما بدنا. كلام الله عظيم، كلام الله عظيم، بيصدقوا والله ما بيصدقوا، المتابعين بيصدقوا والله ما بيصدقوا، مش برقص القرآن طلوع ونزول وشمال ويمين، وبحلف 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 بأيمانات الله وكتر حلفان. قالوا للجاني احلف، قالوا اجى الفرج. يعني هيدا أول شغلي أنا لقطت علي، إنه القرآن وترقصي شمال ويمين مش مقبول، يعني كلياقة منظر ما حبيته، يعني ما خليتيني صدق الوضع يلي أنت عم تحكي. قال بتقول راحت على المول وعم تتصور مع متابعينها، من بيناتهم اثنين بنات لابسين عبي حاطين فيشي على وجهن، وحده عينيها بخوفه، عم بحكيكم باختصار. تصوروا معها وقالوا لها اخر شيء نحن بدنا نعمل معك فيديوهين خليهم للذكرى بس يفلوا المتابعين. قامت وحده قالت للثانيه من رفقتها واعطتها قران لمسيو جانو بالبلوتوث على الريموت كنترول فرنسي، قرآن مترجم للفرنسي، قرآن الكريم. هي عم تتصور معها، قال بلشت تتقرب بسلسلة رقبتها بسلسلة ظهرها لتحت، عفوا بكلمتي عفوا يعني للهنش، يعني بدي افهم قوم لوط رجعوا، اللي هي قالت بعقلها قوم لوط رجعوا. طب انا مجرد ما حدا يدقرني لمسي غلط وما بعرف شو بعمل فيه، ما بعرف شو بعمل فيه، كيف ما بال اول وحده تحسوستك عفوا بكلمتي يعني صعب ارجع عيد، والتاني كمان اخذت الفيديو وبعتك بهالسذاجه،
إنها رجعت التانية عملت نفس العلامات بجسمك من ورا وتحسوس فيكي وانت بعدك ساتره وتقولي قوم لوط رجعوا؟ ما بعرف يعني شيء ما بيتصدق. يعني انا هلا بنتي تلمسني مثلا بالغلط تضرب فيي باخوات، كيف اذا حدا قاعد بيتحسوس بظهري ورقبتي وما بعرف يعني قرفاني عيد وفلقتينا وانت تقولي اسهال 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 اسهال. اتأثرت قال بالسحر، كانت عم تقرا لها سحر ورا ظهرها والسحر ما اخذ عليها لانه كانت مبدر قلبها حاسسها وقاري عليها الاذكار. خلصت من المول راحت مش قادره تسند طولها، استفراغ واسهال حسب اولى، وبالقوة لتاني يوم لسند طولها رحت عملت العمرة. اول شي فيك كنت تأجل العمرة، بعدين انت قلتي بالفيديو عفوا بكلمتي، يعني هلا انا بنتي الصغيرة بتقول مثلا الآية اسم الآية المعوذتين، المعوذتين قالت المعزوبتين، يعني ما شاء الله كتير خليتيني صدق انك عم تقولي اسم الصورة غلط المعزوبتين، اسم الصورة وعم بتهزي بالقرآن المعوذتين يا مدام ويمين. ممكن يكون سحر انا ما بعرف، ممكن بس مش بطريقة هالدراما وبطريقة الافلام واللي طلعتي فيها وفيديو ورا التاني وفيديو ورا التاني. طب فيكي كنت تأجلي العمرة اذا تعبانة، ليش لا تروحي وجه انت بعدك عم تقولي قايمة من حالة اعياء؟ بركي يا مدام انت من الاكل الدسم ما شاء الله والخواريف وبعدين السعودية معروفة بالجو حر، يعني غير فرنسا، فرنسا بيكون سقع جو حر وشوب ومتغير عليك الأكل. لما بتعتبريها نزلة معوية مثلا، دايما بتفتكرها مثلا نزلة معوية. طيب لما جيتي من العمرة يعني انا مثلا اذا بلاقي حالي تعبانه باجل العمره لحتى اتعبد. انت قلتي انا فينا نعبد الله لانه اجاك اسئله من المتابعين، لو نحن معك محلك كنا ليل ونهار بنسجد وبنقوم وبنقعد بنستغل الوقت اللي بالكعبه. انت قلتي لا الصلاه والدعاء بيوصل من وين ما كان، لكن ليش لا تروحي تعملي العمره؟ كتر خيرك عملتيها بالنهار وجيتي يعني بنفس اليوم، لا عذبتي حالك، كنت صلي بأوضتك النوم عند ام بدر. بعدين جيتي من العمرة فيش يوم شفناكي سهر واغاني ام كلثوم بالبوليفارد وشو حسين الجسمي، وبعدين بلشت تعملي تصوير سلسلة المطاعم وما المطاعم، هيدا كله بعده مأثر عليك السحر يا مدام هناء لمنعك عن زيارة قبر الرسول؟ وبعدين بالنسبة للحجة ام بدر اكتشفت السحر انه الكتاب لمسيو جانو انه عم بضب الشنط اكتشفوا في ورقة بقلبه الاسم طالع شمال وطلوع ويمين ونزول. هلا انا هون لكون جازمي بالموضوع انا ما بعرف بالسحر، انا بعرف السحر سامعة عنه موضة بهالأيام بينعمل على الصوت بينعمل على التليفون، وانت اهنتي بنات بلدك لانه انت قلتي بالفيديو انا ما بدي اقول من هني، مع الاسف ما بدي اقول من هني، برأتي بنات السعوديات وهيك خليتي اولاد بلدك محل شك. بتمنى يا مدام هناء تراجعي نفسك وتشوفي هالسنيورات السنهرات بطلت اعرف احكي وحياة الله لانه شيء بشيء بمخول العقل، سنيرات الفيديوهات برضو ما عم بعرف احكي والله العظيم يا عمي، من اللي عم نشوفه وحياة الله من اللي عم نشوفه. يلا خير خير خير، بتمنى الله يهديكي وبقلك العم انت بخير انت ام، وان شاء الله بتجتمعي مع بالنسبة لقلتي للعمرة لحماتك قلتي هي بتجاوب على هيدا السؤال، انا احترمت رأيك هون وقلت منيح تمام منك، هاي كانت شغلة ايجابية الحمد لله.
وبتمنى إذا عجبكم الفيديو ما تنسون من اللايك والشير والاشتراك، والسلام عليكم.